زين شلون انت طلعتي بالسوشيال ميديا وانشهرتي؟ معنى امك مذيعه معروفه وجميله. هي هل هو هي صدفة تليفون نفس البنات كلهم؟ يعني خلي الانستغرام اللي اصلا كان موجود. ايه. وكنت احط صوري عادي يعني. ايه. بس كنت اطلع اسولف. و يعني سوالفك هل هي سياسيه عن التجميل؟ لا 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 بس يوميات نصائح. بس انا اقول لك هي حزتها. ايه. ما كان في اصلا شيء اسمه فاشن ستايل سوشيال، ما كان فيه يعني ما كان في اعلانات. انا مع احترامي الشديد حق بنات العالم الفاشينيستا او السوشيال ميديا، في البدايه ترى انا ما كنت حابه كلمه فاشن نيستا. إيه؟ انت حبتها؟ انا ما شغل بالفاشن. اللي قاموا الحريم يطلعون عليهم حجي منو الفاشينيستات ومنو منو منو اي من يسمون اللي يسمونه. ما ادري اصلا انا ساعتها ما ادري شنو اسمي وظيفتي. لا تكفى. منو هذا؟ لا اخويا بس قلت اروح. لا لا قاعد يطلعون اليانان انت شفت احد يا؟ اخوي كان جاي معاي. انا شفت احد كان واقف ورا بس سكيت عشان البنيه. اي لا قلت له يروح قلت له يروح. اوكي. انزين فكنا ترى تخاف صدق. يوز عليها عظيم. لا خلاص خلاص. لا تساسرين ايش قاعد تقول؟ لا قاعد اقول له يوز عنها ترى صدق تخاف. زين هو بدون شيء يخرع. لا قلت له لا تخرعها صراحه لا تخرعها. فانت الحين تقولين الله والله حلوه اجواء الفانوس والله. أيوه. اليوم مبدع حمود حق بيبي والله قمت اتلفت. أيوه. ما ادري ايش السالفه. لا هو ايه واحد وراح راح ما شفتي. اي اي زين زين. فايه هي بدات بالصدفه. كنت اصور يومياتي عادي. أيوه. انا اتوقع صدتها بالبدايه. أيوه. يعني لو اليوم اطلع يمكن ما انشهر. ليش؟ لان الحين صار رضاعه الطوشه. شيك شنو؟ لا يعني بيجر. يلا عليك ان شاء الله انك شيخ الدبان قاعد يمي. لا تخرعنا كذي. لا اله الا الله. بيجر فجاه فجاه اي شنو البيجر اللي عند اليني؟ ماني فاهم ما عندك اخبار البيجر ابليس. لا بس